الحقيقه احنا عندنا بعض الرياضات اللي احنا متفوقين فيها جدا، لو اتكلمنا عن السكواش، اتكلمنا عن المصارعه وغيره وغيره من الرياضات المختلفه اللي احنا عندنا فيها ابطال كده متفوقين وبيحققوا ميداليات. في الحقيقه ابطال مصر تربعوا على صداره جدول ترتيب منافسات البطوله الافريقيه للسلاح اللي تمت اقامتها في دوله المغرب، وقدروا ان هم يحصدوا عدد كبير من الميداليات برصيد 22 ميداليه متنوعه بعد منافسه في الحقيقه كانت قويه جدا. طبعا بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل هذه المنافسة من الدكتور أيمن غنيم مدير منتخب مصر لرياضة السلاح. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك ليك وطبعا هذا التألق. الله يبارك فيك، مبروك لكل المصريين يا فندم، الله يخليك. طيب لو حضرتك تقول لنا مثلا، احنا قلنا 22 ميدالية متنوعة، لو تفنط لنا كده الميداليات. الحمد لله، الأول البطولة دي بطولة مؤهلة للأولمبياد، يعني أو بطولة بتحسن التصنيف الدولي للاعبين المصريين في المشاركة الأولمبية. احنا كنا مشاركين فيها من يوم 5 ليوم 10، وكنا مشاركين فيها بالست أسلحة، ثلاث أسلحة ولاد وبنات، سيف المبارزة، سلاح الشيش وسلاح السيف. والحمد لله تصدرنا كل الميداليات الذهبية في الفرق ما عدا ميدالية واحدة جبنا فيها فضة، وكذلك كل الميداليات الذهبية في الفردي ما عدا ثلاث ميداليات. قدرنا نحقق 22 ميداليه بفارق كبير جدا عن اقرب منافسين لينا اللي هو تونس، قدرت تحقق خمس ميداليات. الفارق كبير جدا. طبعا كانت كازابلانكا. اتفضل يا فندم. لو حابب اقول لك اسماء بقى الابطال بتوعنا. طبعا يهمنا نعرفهم ونعرف الساده المشاهدين كمان على ابطالنا. سلاح السيف المبارزه عندنا الذهب محمد السيد، وبرونز محمد ياسين. ده في اليوم الاولاني كان يوم 6. عندنا يارا الشرقاوي وملك حمزه ونوها هاني، ذهب واثنين برونز في سلاح الشيش. وتاني يوم كان عندنا، كان كل يوم عندنا سلاحين يعني. تاني يوم كان عندنا سلاح السيف رجال، محمد عامر جاب ذهب، وادهم معتز فضه، وزياد السيسي برونز، وسلاح سيف المبارزة السيدات آية شريف جابت برونز هي وشارل جابر. في اليوم الثالث، ثالث يوم في الفردي وكان آخر يوم في الفردي، محمد حمزة جاب ذهب، وعبد الرحمن طلبة جاب فضة، وعلاء أبو قاسم جاب برونز. وعندنا في سلاح السيف سيدات نجوى نوفل جابت فضة، ورناد الدكش وندى حافظ جابوا برونز. ابتداء بقى من اليوم الرابع والخامس قدرنا نحقق ميداليات الفرق، قدرنا نجيب يعني من الست ميداليات قدرنا نجيب خمس ميداليات ذهب وواحده فضه. انا عاجبني قوي التنوع اللي انا شايفاه دلوقتي على الشاشه معانا، يعني احنا عندنا ابطال من الولاد والبنات وفي اعمار مختلفه، فلو حضرتك تقول لنا كام عدد المشاركين في البطوله، قد ايه بالظبط، واعمارهم كانت بتتراوح من كام لكام؟ احنا المنتخب كان كله 35 فرد البعثه. طبعا الاعمار هي دي بطوله عمومي يعني فوق ال 20 سنه، ولكن احنا الاتحاد المصري للسلاح دايما بيدعم المنتخبات بناشئين، فهنلاقي في ناس تحت 17 سنه وناس تحت 20 سنه وناس عمومي. فعندنا مثلا عبد الرحمن طلبه بيلعب في سلاح الشيش، ده تحت 17 سنه ولكنه بيعد لانه هيطلع الاولمبياد ان شاء الله ضمن الفريق الاولمبي. طيب ده عظيم جدا. متفاوته يعني، اعمار متفاوته في كل سلاح، هنلاقي في عنصر او عنصرين من الناشئين، ودي خطه الاتحاد المصري للسلاح على اللونج تيرم ان هو يعد فريق جديد يشارك في الاولمبياد ويشارك في البطولات الدوليه، علشان ما نجيش في لحظه نلاقي الكبار اعتزلوا وما فيش جيل صاعد، ما يكونش في جاب كده ما بين الاجيال. طيب مين ابرز الدول اللي شاركت في هذه البطوله؟ وحضرتك قلت ان تونس يعني الفرق ما بيننا وبينها حوالي 17 ميداليه، فهل كانت تونس هي اكثر المنافسين صعوبه؟ طبعا تونس احنا بنواجه مشكله كبيره جدا في افريقيا هي التجنيس. بنلاقي حد مثلا في فرنسا عايش في فرنسا او ايطاليا وبيلعب باسم السنغال او الكاميرون او يعني في لاعيبه مصنفه عالميا بتلعب في كينيا بس هي المانيه، هي دي مشكلتنا في افريقيا. بس كان في فرق كتير يعني، كان في تونس، كان في المغرب، كان في السنغال، كان في الكاميرون، كان في جنوب افريقيا عندها لاعبين مميزين جدا وكانوا بيتنافسوا معانا، كان في كينيا، كان في بنين، كان في غانا، كان
كان في دول كتير جدا يعني. فدايما هي مشكله بس افريقيا ان احنا بننافس دايما مع شمال افريقيا، تونس والمغرب والجزائر، ولكن المشكله اللي بتبقى في الجنوب او في البلاد الاخرى هي مشكله التجنيس، ان يبقى في لاعب عايش في فرنسا او كينيا او كده، وعفوا يكون عايش في دول اوروبيه ويتجنس باسماء دول افريقيه عشان يقدر يشارك في الاولمبياد. بس هي يعني في الاول وفي الاخر هي كانت دول كمان صعبه، البنيه الجسديه للاعبين اكيد ما كانتش سهله. فعايزه اعرف من حضرتك، هل نقدر نقول ان اولادنا النهارده مستعدين بشكل كبير لاولمبياد باريس 2024؟ استراتيجيه الاتحاد ايه للاستعداد لهذه الاولمبياد؟ احكي لنا اكتر. طيب، هو احنا الاتحاد يعني اكبر بعثه اولمبيه اشترك بها الاتحاد المصري للسلاح في اولمبياد هي كانت اولمبياد طوكيو اللي فاتت، ودلوقتي بعثه باريس ان شاء الله هي اكبر من بعثه طوكيو. احنا مشتركين ب 21 لاعب، والقدره على الاشتراك في البطوله هي بطوله في حد ذاتها، لان التاهيل بيكون عن طريق تجميع النقاط على بطولات على مدار السنه. بيتأهل افضل فريق واحد على افريقيا في كل سلاح، ولازم يكون من افضل 16 على العالم. فاحنا الحمد لله احنا متربعين على تصنيف العالمي في سلاح الشيش رجال مثلا، احنا الثامن على العالم. في سلاح السيف رجال احنا التاسع على العالم. فاحنا عندنا التصنيف العالمي متقدمين جدا في اسلحه الرجال. فالتأهيل طبعا قفل 30/4 اللي فات، ولكن البطولات زي القاريه زي بطوله افريقيا او بطوله اوروبا واسيا وهكذا هي بطولات لتحسين التصنيف عشان المشاركه تكون اسهل. لما انا ابقى ترتيبي الثاني الاعب السابع مثلا، فلما ابقى انما لما ابقى الخامس هلاعب فريق اصعب وهكذا. فاحنا الاتحاد كان خطته ان هو يشارك في البطوله الافريقيه ويحرز اكبر عدد من الميداليات عشان يحسن التصنيف الدولي اكتر، فالمشاركه تكون اسهل في الاولمبياد. مش هدف السلاح طبعا ان شاء الله الحصول على ميداليه اولمبيه في اولمبياد باريس. ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي، واحنا مستنيين الذهبيه ان شاء الله في اولمبياد باريس 2024. والف مبروك على البطوله مره ثانيه دكتور ايمن غنيم، مدير منتخب مصر لرياضه السلاح.